عكس الغروب وعلت في العلالي شرقت شمس الغروب وعلت في العلالي نمشي بين الدروب والحباب لي تشالي أزول صباحكم بالخير أزول بديت فاطمة وتحية لك وللمشاهد الكريم. الله يخليك، شكرا دكتور نورتنا، اهلا وسهلا. دكتورنا اليوم الموضوع راح يكون عن فاستس او الاختبار الصياني، وقلت في المقدمة بتاعت اليوم اذا كان الحكم على نقص السكر في الدم يفضل علامات سريرية تصحح بتناول السكر، فان التشخيص المخبري حسب الوتر لا مفر منه للتأكيد على التشخيص. وعلى فإن الاختيار الصياني يعد نموذجا مفيدا للتشخيص وللكشف عن أمراض تقف وراء نقص السكر في الدم لغير السكري. مهم دكتور؟ نعم نعم. الاختبار الصياني هذا يسمى باللغة الإنجليزية فاستين تيست، وبالفرنسية تيست دو جان أو إقراض دو جان. في الواقع هذا الاختبار يجرى للاشخاص الذين يعانون من نقص السكري في الدم والذين ياتون للاستشارات الطبيه من خلال العلامات السريريه المعروفه عن نقص السكري في الدم، والتي كما قال ويبل ليست بعلامات خصوصيه، ولذا يجب ان نثبت التشخيص. فالتشخيص اذا يبدا من عند معاينه الدم في الوريد، ولمعاينة الدم في الوريد لا يمكن إجراء هذا في المنزل أو خارج المستشفى، بل يجب على المريض أن يدخل المستشفى لمدة 3 أيام متتالية أي 72 ساعة، ومن خلال هذه 3 أيام لا يعطى أي وجبة غذائية، يشرب الماء فقط، الماء فقط لمدة 3 أيام، وفي هذه 3 أيام يتم معاينة السكر عبر الوريد. تؤخذ العينات كل أربعة ساعات، إذا تؤخذ عينة يفحص فيها السكر، وعندما ينخفض السكر إلى ما دون 0.5 فتبدأ تؤخذ عينات أخرى للبحث عن الهرمونات التي من خلالها يتم الكشف عن الأمراض التي تختفي وراء نقص السكر في الدم. فنقص السكر في الدم لا يعني أن أرقام وعلامات فقط، وإنما يعني أن أمراضا خطيرة تتستر وراء نقص السكر في الدم، وأغلبها قلناها الآن في النوم، وأمراض مناعية وأمراض سرطانية أيضا. وهذا الاختبار إذا يجريه عند الأشخاص الذين يكونوا بصحة جيدة، فيعني أن الطبيب عندما يفحص الإنسان المصاب بنقص السكري فيباشر مباشرة إلى استبعاد الأسباب التي تساهم في نقص السكري في الدم، كمثلا أمراض قلبية تساهم في نقص السكري، أمراض سرطانية، سرطان الكبد، سرطان الكلى، سرطانات مختلفة، أو تناول أدوية، أو الإدمان على الكحول. فكل هذه الأشياء عن طريق الاستجوابات الطبية البسيطة وبعض الفحوصات بإمكان الطبيب أن يستبعدها وأن يبقي على إنسان ظاهريا بصحة جيدة. نقول ظاهريا بصحة جيدة لأن هذا الإنسان يختفي في باطنه أمراض، ولذا يخضع هذا الإنسان للاختبار الصياني. الاختبار الصياني، ما الهدف من هذا الاختبار الصياني؟ نقول أن الاختبار الصياني هذا الهدف هو استفزاز المنظومة المعارضة للتنظيم. التنظيم هو أن يتمثل في الأنسولين، أي بمعنى أن عندما يأكل الإنسان فإن وجود السكر، الأنسولين في هذه الحالة يجمع كل السكر يدخله في العضل وفي الكبد وفي الخلايا الدهنية ويغلق الأبواب، وما دام هناك أنسولين في الجسم لا يستطيع السكر أن يخرج من الخلية. فعندما يصوم الإنسان أي يمتنع عن الطعام ونوقف السكر فإن الأنسولين يتوقف أوتوماتيكيا يتوقف. فهنا تأتي المنظومة الهرمونية تسمى المنظومة
المعارضه للتنظيم، وهي تتمثل في هرمونات الجليكاجون الادرينالين، وتتمثل ايضا في هرمون الكورتيزول وهرمونات الاسي تي اف هرمون النمو. هذه الهرمونات هي دورها هي ان ترفع نسبه السكر في الدم، فهي تفرز في الجسم وتفتح كل مخازن السكر و تفرغ الكبد والعضلات من السكر وتنشره في الدم للمحافظه على الدماغ. فعندما تنشر هذه الاشياء نحن هدفنا هو ان نرى مدى تحدي هذه المنظومه لنقص السكر في الدم. فعند الانسان العادي لا يمكن ان ينتقص السكر في الدم، هذه المنظومه تحافظ على نسبه السكر بين 0.7 الى 1.2 ولا يمكن ان ينتقص. ولكن عند الانسان الغير طبيعي، الانسان الذي يخفي في داخله اورام او سرطانات، فان هذه النسبه تتناقص. اذا ابتداء من 0.6 عندما يتناقص السكر تحت 0.6 هذه المنظومه لا تقوى على المجابهة، ونقول ان هذه المنظومه فاشله. عند الانسان العادي لن تكون فاشله مهما فعل، فهي موجوده لانها تخضع للكبد، تخضع للكلى. فاذا كانت فاشله فنعني هذا ان الكبد مريض وان الكلى مريضه ويجب ان نبحث عنها. ولذا هذه المنظومة نقول أنها منظومة صحيحة. إذا هذا الاختبار الثاني يسمح لنا بالكشف عن هذه المنظومة اللي يسمى الهرمون كونتر ريجولاسيون، هذه باللغة الفرنسية الطبية لي هرمون كونتر ريجولاسيون، أي الهرمونات المضادة للتنظيم. الآن عندما نبحث عن السكر في الدم لابد من ان نتوصل الى نتائج. النتائج التي سنتوصل اليها اولا بعد ان يسحب الدم، تؤخذ عينات من الدم وتفحص ونثبت ان هناك نقص في السكر ما دون 0.5، الان نكون امام تشخيص. ان لم نثبت أن السكر انخفض إلى ما دون 0.5 فلا نستطيع أن يكون هناك تشخيص، ونقول أن هؤلاء الناس يشكون من انخفاضات في السكر نسميها بإيبوغليسيمي رياكتيف، أي بمعنى انفعالية تفاعلية انفعالية. نقص السكر انفعالي، لن نسهب في هذا الموضوع ولكن سنخصص لها حصة أخرى، لأن هذه الأشياء نجدها عند الناس المنرفزين، أي عند الناس الذين لديهم ستريس. فينتقص السكر ولكن لن ينتقص إلا أقل من 0.55. إذا نجد أنفسنا أمام الفحوصات، فحوصات الدم ستسمح لنا بالتعرف على نسبة الأنسولين. إن كان مرتفع فنقول أن هناك ورم، الأنسولين الذي تكلمنا عنه في الحصة الماضية أنه يساهم في رفع الأنسولين، والمريض في هذه الحالة لا يوجد لديه أنسولين، وأمراض مناعية وأشياء أخرى يبحث عنها الطبيب. إن شاء الله نكملها. سنتحدث عن